افتتح سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة معرض التصوير الفوتوغرافي الذي نظمته الوزارة بمناسبة يوم الشباب الخليجي. يأتي المعرض الذي أقيم في قاعة مركز الفنون تنفيذا لقرارات وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون باعتماد اليوم 6 يونيو من كل عام يوما للشباب الخليجي. تزامنا مع يوم الشباب الخليجي احتضنت مملكة البحرين معرضا للصور الفوتوغرافية من أعمال المصورين الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تجسد مواضيع مختلفة ومعبرة. يوم الشباب الخليجي كانت مبادرة بحرينية تم إبرازها وتم تقديم الطلب للأمانة عن طريق الشباب البحرين. مثل ما شفنا احنا وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين دورها اكتشاف صقل وابراز المواهب الشبابيه، فلهذا السبب احنا اللي بغينا نسويه ان احنا نوصل نفس الفكره ونفس المبدا ونفس المنطق لدول الخليج، لان ما في شك ان احنا محتفلين طبعا اليوم بشبابنا البحريني، لكن هم محتفلين بالشباب الخليجي. طبعا فن التصوير فن مميز، وهناك العديد من المصورين البحرينيين والخليجيين الشباب الذين يعني يفرقون طاقاتهم ومواهبهم في هذا النوع من الفن. هذا النوع من الفن الآن بقنوات التواصل الاجتماعي أصبح له مساحة أكبر للانتشار. مثل هذه المعارض تقدم مجموعة للتأمل وللتعلم من هذه المدارس المختلفة التي نراها في هذه القاعة اليوم. هذه الصور التي التقطتها عدسة الكاميرا بأيدي شبابية بحرينية وخليجية عبرت عن أفكار لها ارتباط وثيق بإرث وحضارة دول الخليج العربية. أنا أشوف أن هالمعرض جدا مهم عشان نركز ونمكن من الشباب اللي هو الخليجي ونطلع الإبداعات اللي فيهم. يعني صراحة وايد انبهرت يوم جيت هني وشفت مجموعة الأعمال اللي شاركوا واللي برزوهم، وشيء جدا جميل يعني أن نطلع هاي الإبداعات والمواهب الخليجية الشابة. معرض الصور الفوتوغرافي والذي جاء في نسخته الأولى يضم مجموعة من أعمال المصورين الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعكس هوية وثقافة ووحدة دول المجلس بطريقة إبداعية. هوية شبابية خليجية جسدت معاني الإبداع من خلال صور فوتوغرافية ضمتها مملكة البحرين بالتزامن مع يوم الشباب الخليجي لتبرز من خلالها قدرات الشباب الخليجي على الإبداع والتميز في هذا المجال. خولة الجرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.